أحمد بيستضيف عادة مشاهير وبيطبخ معهم، بس اليوم هو لحاله رح يطبخ ويدوقني طبخات. هلا أهلا وسهلا. أهلا فيك. قالت لي محضرت لي شي بدي أعلمها إياه، قال شي خطير. خلاص نترك الموسيقى يا جماعة ونسمع ذا الطرب. إيه لكن بيلبق لك شو الشاف أحسن مني؟ واضح إنه طيب كتير. بنجيب سمك دجاج نعمل باربيكيو. Yes, let's do this. بدنا ناكل اليوم. بجننوا. شو هالروايح؟ يد اللي عم برجو. Literally من يد. كتير سهلة. تجربة جديدة إنه أسوي الطبخ مع الشيف.